أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله. يا الله يا كريم، شفتها فتحت البيبان ولا ما فتحت؟ وهذه العلامة من تولع الإضاءة. شوف الحين فتحت البيبان مضبوط. افتح الباب. ادخل داخل. دوس على بريك واضغط التشغيل. ضغط على التشغيل؟ ايه، قول لهم تعرف على المفتاح. ما تعرف على المفتاح؟ ايه قلت. طيب عشان مفتاح جيبي بعيد. حساسات، هذه حساسات بدقة. حطه جنبك بس. يلا شوف شغل. ما شاء الله تبارك الله. كيفك شغال على طول؟ ها؟ مكيف شغال وكل شيء. لكسز لكسز ما شاء الله. طيب طلع المفاتيح و خليها معك. طفيها. يلا انزل. سكر الباب. يلا ما سكرت زين. رجعت سيارتي من هناك. شفت؟ ايوه. تقفل السياره من نفسها وتمسك هاند بريك وكل شيء. والمفتاح في جيبك. بارك الله فيك. يلا توكلنا على الله. وهذه لسه ما سميتها. ما سميتها لحد الآن. بسم الله توكلنا على الله. الساعة 4:30 تماما الفجر. 4:30 فجرا. إلى الكويت إن شاء الله. متوجهين إلى الكويت إن شاء الله بإذن الله تعالى. وبسم الله الرحمن الرحيم مع ظهور الخيط الأبيض مع من الأسود مع الفجر. ما شاء الله تبارك الله الأجواء لطيفة. طبعا تأخر يعني راح وقت الخيط الأبيض من الأسود وصار كله أبيض، ولكن يعني الخيط الأبيض من الأسود يكون البياض تحصله شرق والسواد تحصله غرب. الآن كله بياض. وهذه القمرة. نعم الخيط حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الأسود. الآن كله بياض ما في أسود. فهذا وقت يعني الإمساك، إمساك الصيام قبل الفجر أو الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود. نعم الآن كله بياض.
ما شاء الله تبارك الله. هذه بلدية الخبر، هذا جامع البلدية، وهذا سكان الخبر. وهذه محطة التدريس، نعبي السيارة بنزين نتوكل على الله. وهذه القهوة المثالية على الصباح، بس قهوتنا معانا. هذه مدينة الدمام، وهذه صلاة الفجر من مكة المكرمة. شيخ الشيخ ماهر المعيقلي، بس للأسف خلصت الصلاة. منطقة الرادار اسمها الفاخرية، المنطقة هذه منطقة الفاخرية. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا وفيها مقاهي مسجد وخدمات حلوة فيها محطة جديدة حديثة الخنيني هذا فطورنا اليوم بيصير لبن رطب لبن عيران لبن عيراني يجي لبن حامض مالح مو مثل اللبن العادي وهذا فطورنا اليوم ما شاء الله تبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم على الرطبات بعد صباح والعافية علينا بسم الله.
شاء الله تبارك الله. خلاص رطب خلاص ما شاء الله شيء طيب والله. العافية العافية علينا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر العافية. الحصام يا اخوان الواحد لما يجي على طريق مثل هذا اذا معاه حصام تمر او رطب او بذور ياكل باكس افندي برتقال الا هو اي بذور لا تقطها في الزباله. شوف مكان فيه رمل فيه تربه وارميها فيه ما تدري لعل وعسى تدور وتنبت هذه البذرة أو هذه الخلا ويكون لك فيها أجر الثواب وتكون يعني منسجم مع الدنيا ومع الحياة. والله كريم والله يكتب لنا ولكم الأجر. الحين هذه البذور أنا راح أشوف مكان هنا يعني زين في رمل زين وارميها فيه لعل وعسى تنبت وتجيب ثمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. وهذا طريق راس الخير طريق غريب عجيب شوي يصير بحر وشوي يصير صحراء. سبحان الله هذا المنطقة هنا بحر نمشي على البحر طبعا هذا الطريق ومحاذاة البحر بحر الخليج أو بحر الجبيل راس الخير. هذه المنطقة كلها الآن شكل البحر كبر ما هو سقي. شوف البحر راجع الآن يعني أوقات تحصلون هنا واصل البحر زين مثل ما تشاهدوا. والله كريم يعني انا ما ابغى ابالغ ممكن انزل واسوي يعني ارميها في مكان كذا على الرمل او ادفنها بس اقل القليل يعني مثل زي كذا مكان في رمل وانت في السياره وتلوحها بيدك على الرمل وان شاء الله لك الاجر والثواب. هذا أحلى مكان في طريق رأس الخير مكان هنا شرح. شوف المكان مكشوف كله وهذه المنطقة كانت كلها خضراء فصل الربيع إذا تخبرونها الآن عودت صارت شبة وما زالت رطبة ما شاء الله تبارك الله. والله يرزقنا في هذا الموسم وهذا الوسم القادم إن شاء الله. هذا الطريق جميل صراحة كل الطريق مكشوف حلو الطريق لما يصير فيه صعود ونزول كذا يعني يعطيك أجواء جميلة. هناك الإبل ترعى هذيك الإبل ترعى هناك بالمدري غنم ما اشوفها زين
نازل على الطريق. ما شاء الله صار جبل. هذا طريق راس الخيل. من أجمل الطرق بين الكويت والدمام. هذه الكويت وصل على النبي. هذه الكويت وصل على النبي. دخلنا الكويت والحمد لله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما ندخل الكويت نسوي نعبي بنزين من اول محطة. بعدين نتوكل على اليوم عندي والله كذا مشوار داخل الكويت. والله يسر الحال. ودرجات الحرارة اليوم حول 50. 48 أنا شفتها يعني حول 50. والله المستعان. ويا وقت البسكوت. نقرقش البسكوت الحين الساعة 10:30. الساعة 10:30 ما زلنا على الرطب واللبن راح ناكل بسكوت. اي نعم وهذا البسكوت. اي نعم وبسم الله الرحمن الرحيم. الحرارة بالليل 35 الفجر بالليل في الأربعينات. من ضاحية جابر العلي. ضاحية جابر العلي هذه أول المناطق بالكويت من داخل من منفذ النواصيب. هذا يقول لك بعد منه مقبرة صبحان. تروح من على الكبري تطلع تاخذ الكبري وتطلع فوق تروح يسار. وهذا كبري مقبرة صبحان. تاخذه يمين ويرجع كلا المنطقة هذه. هذا طريق الجهرة. المسيلة والجهرة. المسيلة يمين والجهرة يسار. هذا طريق تعبان. طريق المطار. هذا طريق الملك فهد. هذا طريق الملك فهد اللي كنت فيه.
الجهرة. هذه جنوب الفروانية وخيطان اليمين، والمطار منه مطار الكويت الدولي، هذا مطار الكويت، وهذا جنوب الفروانية منطقة الضجيج، هذه جنوب الفروانية. هذه منطقة الضجيج، اسمها كذا الضجيج، ما ادري ليش سموها الضجيج، الضجيج ازعاج يعني، بس يمكن التسمية جات لصفة معينة، لوصف معين، يمكن كان فيها ازعاج ولا شيء يسموها الضجيج، أو يمكن لها اسم ثاني، مصطلح ثاني باللهجة الكويتية، يمكن والله ما أدري، لكن الضجيج الإزعاج، والله أعلم. وهذه المنطقة ما أدري والله شنو، يمكنها جليب الشيوخ، لا ما اعتقد جليب الشيوخ، الا يمكن جليب الشيوخ، لان اشوف استاذ جابر الاحمد الصباح امامي مباشرة، فهذه فعلا جليب الشيوخ اللي على اليسار، هذه المنطقة جليب الشيوخ. هذه منطقة جليب الشيوخ، منطقة قديمة جليب الشيوخ، وهذه المنطقة حديثة، منطقتين متقابلة، واحدة حديثة واحدة قديمة. الشيوخ يسكنها أكثر شيء العمالة الوافدة من جميع الجنسيات، لذلك مثل ما تشاهدون السيارات فيها أكثرها يعني سيارات عمالة، مال توصيل ومال شحن ومال. وهذا أستاذ جابر الأحمد الصباح، استاذ جابر، ملعب جميل صراحة، تصميم جميل، مشروع ضخم هناك، اعتقد انه مستشفى، يمكن مستشفى كبير، مجمع كبير يعني، له مباني ومجمعات سكنية على نفس الدائري هذا، اعتقد ان هذا الدائري السادس، اعتقد ان هذا الدائري السادس. هنا بعد في مشروع كبير خلف اللوحات هذه، ما زال تحت الإنشاء، ما قام لحد الآن، بس واضح إنه راح يكون مشروع كبير. وهذه مدينة الجهرة،
الجهرة واضحة المستشفى. عالم المستشفى وهذه مدينة الجهرة. هذه مدينة الجهرة. الجسم الجميل مرشات، هاي مرشات، مرشات العطر قديما. وهذه بيوت الجهرة. هذه المنطقة اسمها النسيم، النسيم بالجهرة، مستشفى الجهرة أمامنا مباشرة. وهذه منطقة النسيم. ويا نسيم متى وصولك يا نسيم؟ يا نسيم الشمال، لأن نسمس علينا الشمال البارد. إن شاء الله الأمور تصير طيبة إن شاء الله. والله كريم. اليوم الغفرة عن المطبات. والله المستعان. مساجد اثنين قبال بعض. هذا مسجد، بس هذا مسجد مدرسة. هذا مسجد مدرسة وهذاك مسجد الحي أو المنطقة. مسجد النسيم. ما شاء الله المساجد بالكويت جميلة واجد كثير، والله يزيدها ويكثرها ويجازي أهلها خير. النسيم بالجهرة قطعة ثلاثة. من النسيم إلى سعد بن عبد الله مسافة 10 دقائق بين المنطقتين أو بين الموقعين. والله كريم إن شاء الله. بسم الله توكلنا على الله.
الجامع اللي عبرنا عليه قبل شوي. ما شاء الله ما شاء الله، هذه كانها برحية، هذه كانها برحية، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الساعة الآن 11:42، درجة حرارة 44 45. والله المستعان. مستشفى او شنو؟ ما عرفت والله، مكتوب كوركيت ومدري ايش. وهذه مدينة سعد العبد الله، هذه مدينة سعد العبد الله. اللي ما يعرف سعد العبد الله، سعد العبد الله السالم الصباح ولي عهد الكويت السابق خلال حكم الأمير جابر الأحمد الصباح، كان ولي العهد الشيخ سعد. والشيخ سعد من أشهر شيوخ أهل الكويت، واللي كان صاحب كلمة قوية وقرار و سلطة ونفوذ، وله كلمات شهيرة في فترة غزو صدام إلى العراق إلى الكويت، وكان له كلمات، وكان له كلمات في محاولة اغتيال الشيخ جابر الأحمد الصباح في تقريبا في الثمانينات، تقريبا 84 أو 86. وأتذكر منها يعني كلمة شهيرة: سنضرب بيد من حديد للطائفة الإرهابية اللي نفذت محاولة عملية اغتيال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في الثمانينات. نعم، وكان شخصية مشهورة يعني معروفة، وكان يعني من ضمن الأناشيد الكويتية، أحد الأناشيد الكويتية جابر ويا سعدها. نعم، يعني حماة الكويت. فكانت حقبة وفترة يعني العصر الذهبي للكويت بين دول الخليج في هذيك الحقبة، حقبة الثمانينات. نعم، فهذا المنطقة سميت باسم الشيخ سعد عبد الله سالم الصباح، هذه منطقة سعد سالم الصباح، سعد عبد الله الصباح. والله المستعان، والله كريم. من منطقة سعد سالم الصباح إلى منطقة إن شاء الله جابر الأحمد الصباح أمير الكويت السابق. معظم مناطق الكويت طبعا مسمية على اسم شيوخ الكويت. أي نعم، معظم مناطق الكويت مسمية على شيوخ الكويت، كذلك الشوارع، وكذلك يعني حال دول الخليج.
نعم، ولا أعلم يعني باقي الدول العربية نفس كذا دول الخليج أو في اختلاف. وهذه منطقة سعد بن عبد الله الصبح، ملخبط أنا مرة أقول سعد سالم الصباح مرة سعد عبد الله الصباح، والله المستعان. 58 سنة، والله المستعان. ناس يقولون توك شباب وناس يقولون كبرت، وأنا أقول حقيقة أن وضعي مناسب سني، وضعي مناسب سني ووزني. 58 سنة وزن ثقيل وضغط كوليسترول، والحمد لله والعافية من الله. ما في رياضة ولا في حركة ولا، والله المستعان. كم باقي؟ دقيقتين، دقيقتين على الموقع. الله كريم، الله كريم، الله كريم. قربنا الموقع، قربنا. فعل المعروف يقي مصارع السوء. وصلنا 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 وصلنا. عشرة كيلو إلى منطقة جابر الأحمد، 15 دقيقة. توكلنا على الله وما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. يا الله يا كريم، الظهر أذن، الظهر أذن، الشمس حارة. إلى جابر الأحمد، منطقة جابر الأحمد، قطعة 6. وهذا مركز الإمام الشاطبي في منطقة سعد بن عبد الله، مسجد أبي بكر الصديق، مركز الإمام الشاطبي. ما شاء الله تبارك الله. وهذا بنك بيت التمويل الكويتي وبنك الوطني، يمكن أشهر بنكين في الكويت، الوطني وبيت التمويل. هذا كنا مخفض مركز سعد عبد الله صباح، بلدية، هذه بلدية، بلدية بلدية وزارة الداخلية، وهاي جمعية السوق المركزي مال سعد بن عبد الله. آخر قطعة بسعد بن عبد الله، قطعة رقم 1، اللي جاي من الخلف طبعاً.
تعتبر أول قطعة، لكن صارت في يعني آخر قطعة في خروجي من منطقة سعد العبد الله، هذه آخر قطعة. وإلى جابر الأحمد، هذه جابر الأحمد هناك 5 كيلو. الحين تشوفون جابر الأحمد، من نطلع فوق الكوبري هنا تبين منطقة جابر الأحمد. هذه منطقة جابر الأحمد، مناطق شاسعة كده بعيدة عن الحي السكني. هذه منطقة جابر الأحمد، وهذه منطقة حديثة جديدة من المناطق الحديثة في الكويت. جابر الأحمد وصباح الأحمد كلها مناطق حديثة. صباح الأحمد طبعا الأمير الراحل آخر حكام لحكومة الكويت اللي توفوا رحمة الله عليهم جميعا، صباح الأحمد الصباح معروف الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت السابق قبل الأمير الكويت الحالي نواف الأحمد، كلهم أشقاء طبعا، جابر الأحمد و صباح الأحمد ونواف الأحمد. يعني في فترة صباح الأحمد كان اللي يستلم الحكم سعد العبد الله الصباح اللي تو قبل شوي سالفت عنه، كان المفروض كان هو ولي عهد هو اللي يستلم، ولكن قدر الله يعني في الوقت اللي توفى فيه الأمير جابر كان الشيخ سعد مريض وما يعني لا اعلم ايش اللي حصل بالتفاصيل، يعني جلست فتره على اساس كان في مداولات بين الاسره، ما ادري استلم يمكن الشيخ سعد فتره كم يوم وبعدين سلمها لصباح. بس على كل حال كان الشيخ سعد مريض في هذه الفتره واستلم الحكم الأمير صباح الأحمد الصباح. أي نعم، صار ولي عهده الشيخ نواف اللي هو الآن الأمير نواف الأحمد الصباح، كلهم أشقاء طبعا، والآن ولي عهد الأمير نواف الشيخ مشعل الأحمد الصباح شقيق الأمير جابر والأمير صباح والأمير نواف. نعم والله كريم، والله يحفظ دوا مجلس التعاون ويبارك فيها ويدوم خيرها ونعمتها ويتم عليهم نعمة الإسلام. هذه الدول الحمد لله قامت على التوحيد وعلى طاعة الله وعلى المنهج الصحيح، والحمد لله رب العالمين فتح عليهم الله سبحانه وتعالى من الخير ومن البركات. وهذه منطقة جابر الأحمد الصباح.
هذا الجهاز مشغل عليه جوجل معلقه يقول الجهاز مرتفع حرارته، خلنا نبرد عليه. صيف صيف صيف، الله المستعان. صيف، ابرد 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 ابرد. الحين 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 يبرد، الحين يبرد. من منطقة جابر الأحمد إلى صريبخات، صريبخات طبعا على الطريق، يعني تطلع من جابر الأحمد على صريبخات، ومن صريبخات إن شاء الله إلى طريق الملك فهد إلى السعودية بإذن الله تعالى. وتقريبا كذا رحلتنا قربت على نهايتها اليوم، إن شاء الله يطلع صوتي واضح لأن التكييف عالي والهواء يضرب في الميكروفون بعض الأحيان يشوشر على الصوت يخليه ما يطلع، يطلع ضعيف. وهذه اللي كانت خضرة صارت يابسة الحين، يبست، كان الخضار فيها محسنة. جابر الأحمد منطقة قطعة 4 وقطعة 2، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. النخل محمل، موسم الرطب الآن، الأخلاص والبرحي والسكري، ما شاء الله تبارك الله. هذه آخر منطقة جابر الأحمد، احنا في آخر المنطقة الآن، راح نطلع منها وندخل منطقة صريبخات. هاي نعم، هذه المنطقة على اليمين هنا مثل ما تلاحظون صحراء، هذه آخر جابر الأحمد أو أول جابر الأحمد مثل ما تبون تحسبونها. إذا أنتوا جايين من صريبخات بتصير الأول، وإذا أنتوا جايين من الجهرة بتصير الأخير. أي نعم، وكذا طلعنا من منطقة جابر الأحمد، وهذيك صريبخات هناك. ومن جمعية صريبخات إن شاء الله إلى طريق الملك فهد السعودية بإذن الله تعالى. هذه جمعية صريبخات. توكلنا على الله. هذا مدخل الجمعية.
كذا وتواقف ما في أداء جيد لأن الجو حار، لازم سيارة تمشي الله يبردين. هذه السيارة بكثرة يعني العلامة هذه الصينية هنا وكيلها المطوع بالكويت، وأكثر شيء هنا أشوف منها الجيب اللي هو أفخم سيارة في هذه العلامة الصينية، ويعني الله يوفقنا فيها إن شاء الله ويسر أمورنا. ما زالت لحد الآن يعني ما استخدمناها، بس مشوار واحد رحت فيها المستشفى ذاك اليوم ورجعت، والله كريم إن شاء الله، والأيام قادمة إن شاء الله، ما حنا مستعجلين، شايب 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 ولاني مستعجل، أي نعم ماني شباب أفرفر، لا والله شايب ما يطلع إلا على شغلة. والله كريم، وكل ما جيت اخذ مصالح اقول مصالح تعال خلنا اوريك السياره الجديده، قالت بروح مع العيال، يا مصالح قالت بروح مع العيال، يلا الله يسر عليك، ملحوقه ان شاء الله، ملحوقه ان شاء الله يا مصالح، ما ردك تردين علي، اي نعم، وهذا طريق الملك فهد، وهذه الجابريه. وخلفي الجي كلاس، تعرفون الجي كلاس ولا ما تعرفون الجي كلاس؟ هذا الجي كلاس، يلا يا الجي كلاس تفضل تفضل يا الجي كلاس، انا فاتح لك الطريق يا الجي كلاس، يلا يا الجي كلاس، هذا الجي كلاس وصل 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 الجي كلاس، ايوه هذا الجي كلاس، يلا انا حاط الغير يدوي حولناه اوتوماتيك، توكلنا عليك يا الله، والله ان الجو حار واجد، والله المساء
درجة الحرارة كم هناك درجة حرارة؟ 48. هذه العمارة فيها درجة حرارة 48. أنا أشوفها من هنا 48. 48 والله المستعان. وهذه هنا نهاية فلوق اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عادل اليامي أبو صالح. اليوم 7 أغسطس 2023، الساعة الآن تقريبا 1:06، 7 أغسطس 1:06، عز الظهر، الشمس حار حارة قايلة، درجة حرارة 48. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، آمل أن تكونوا استمتعتوا بالفلوق، ولا تنسونا من دعاكم والاشتراك واللايك والتعليق، وبارك الله فيكم. ويعذرني بعض الأخوان ما أرد عليهم، يعني أحيانا تصير تعليقات كثيرة لكني أنا يعني أشوفها والله أطلع عليها، بس الرد أحيانا يعني أرد على 40-50 رسالة أحس يدي عورتني، يعني مثل يعني التعليقات بفلوق السيارة الجديدة، ما إن شاء الله تبارك الله يعني الأخوان ما قصروا كثير، باركونا وهنونا، فعلقت يعني كذا واحد وبعدين وضعت تعليق مثبت في شكر للجميع. أشكر جميع من بارك لنا بالسيارة ودعانا بالبركة والتوفيق وبالتيسير وبالحفظ، وجزاكم الله خير عنا وبارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت الدمام والحمد لله، والطريق اللي طالع من الدمام رايح جهة الجبيل أبو حدرية مثل ما تشاهدوا، متعطل، كان الله في عونهم والله المستعان. هذه الطرق السريعة إذا تعطلت مشكلة، يصير الزحام متكدس.